مبارك للمملكة العربية السعودية بعيدها الوطني 87، وعسى أفراحهم دائمة، وبارك الخادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي كافة. مناسبة الأمسية بإذن الله بين إخواني وبين الشعراء السعوديين، إن شاء الله أني أشرف اسم الدولة وأكون مشاركتي طيبة بإذن الله. أنا حضرنا اليوم هذا اليوم الوطني اللي نستنظره من سنة إلى سنة، والله شعوري كشعور مواطن، يعني مواطن فرحان في بلده وفي بلده الثاني. الله يديم أفراحنا، وشاكرين لوطننا الثاني الإمارات على إقامة هذه الأمسية وهذه البادرة الجميلة. الإماراتيين قدموا أرواحهم في الميدان، فليس بمستغرب أن يقدمون هذا الاحتفاء في يوم الوطن السعودي. شرفنا والله العظيم بدعوتهم، وشكرا لهم على استقبالهم على حفاوتهم مع وايد أهل الإمارات، جايين نشارك معهم في فرحتنا باليوم الوطني في السعودية. عسى الله يقدرنا، والقصائد اللي بنقدمها قصيدة أهداء للوطن وقصيدة أهداء للإمارات، والباقي إن شاء الله ينال على إعجاب الجمهور والمتابعين والحضور كله.